اهلا بك يا استاذ معتز. اهلا بحضرتك النهارده، وبنبارك لحضرتك على الندوه الجميله اللي حضرتك خطتها النهارده دي. ميرسي. تريتسا وطبعا هو معروض بقاله فتره كبيره جدا وحقق نجاح الحمد لله. عايزين حضرتك تقول لنا بقى بدايه الفكره جت لحضرتك ازاي عشان تكتب السيناريو ده. الفكره كانت بتدور عن فكره الحب، حب في الماضي، الحب في المستقبل، والحب في الحاضر. ما بصي، اي حد يجي يقول لك انا استوحيت الفكره بشكل مباشر من كذا، ده مش حقيقي. الفكره لما بتخرج بتبقى نتاج لعدد من التراكمات الذاتيه والتجارب الانسانيه والمشاهدات اعتقد يعني. تمام. طيب كان في اكيد حاجه مميزه حضرتك حبيت توصلها في السيناريو عن اي حاجه حضرتك عملتها قبل كده؟ مش فاهم السؤال. السيناريو نفسه حضرتك بتكتبه، أوكي. اكيد كان في حاجه مميزه حضرتك حبيت تظهرها فيه في جانب معين، ايه هو الحاجه المميزه دي؟ مش فاهم السؤال بجد، مش واضح. يعني فهمهولي بالراحة، ودي سؤال بالراحة. أي سيناريو حضرتك بتكتبه صحيح بتبقى فيه جزئية معينة حضرتك بتعمل فوكس عليها، إيه هي الجزئية ديت اللي حضرتك حبيت تعملها في الفيلم؟ بص يا، ما أقدرش أقول إن أنا عندي كده أوكي يعني. الزيتونة ما أقدرش أقول إن أنا عندي رسالة مباشرة أو أو أو, أو فكرة مباشرة إن أنا عايز أقدمها. أعتقد الأفلام بشكل عام اللي بيفضل فيها إحساس انطباع المشاهد، إحساس المشاهد، ده وجهة نظر الشخصية عنده. بس ما أقدرش أقول أنا عندي رسالة لكذا وكذا وكذا، مش مصلح اجتماعي، فاهم قصدي؟ ممكن حضرتك تقول لنا بقى التعاون بتاعك مع الكرو بتاع العمل كله كان عامل إزاي وإيه المميز فيه؟ التعاون كان كويس جدا، يسري صديقي من فترة، أستاذ حميدة أستاذنا، عملنا قبل كده بروجكت سوا. كان اول مره تشتغل معايا كلهم مع دحمي استاذ حميد، بس هم اصدقاء على مستوى شخصي جدا يعني، بس كلهم مع استاذ حميد اول مره. استاذ حميد كان في بروجكت قبل كده عملنا سوا، بس فكنا محظوظين كفايه ان احنا نبقى جنب بعض، والناس كلها كانت مهتمه انها تبقى ديفوتد للبروجكت لاقصى درجه. انا عارفه ان انت مجهد جدا خالص. طبعا ومش قادر من كتر الاسئله. لا 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 لا، براحتك براحتك. فانا هختم بسؤال صغير، حضرتك تقول لي بتحضر لايه في الفتره اللي جايه؟ هعلن قريب جدا، ما اقدرش اقول النهارده بس هعلن قريب جدا. يعني اوريدي في كذا حاجه انت شغال عليها في الفتره دي؟ في كذا بروجكت احنا شغالين عليه، وامل انها تبقى، امل انهم يبقوا اقوياء على الاقل، يعني يعملوا ساتسفاكشن ليا انا شخصيا. اكيد ان شاء الله.